ربنا اللي يعلم انا بعمل الفيديو دوت لله. تعال اقول لك سبب وفاة احمد رفعت في 7 ثواني. تعال نشوف. خلي بالك ان رفعت كتوم قوي، رفعت ما بيتكلمش مع حد. ايه اللي لما كان قاعد في المكان ده انا سالته 3 مرات وفي كل مره كان بيقول لي ضغوط نفسيه؟ انا بحاول افهمك الشخصيه عامله ازاي عشان تبقى فاهم. اما بيحصل مشكله بره الملعب ما بيتكلمش، بيكتب. وبعد كده بيترجم فبياخد اكشن هادي برضه. اعتقد ان هو من كتر ما المواقف زادت. اللي انا عايز اقوله بمنتهى الاختصار، اي حد بيزعل ويكتم في نفسه لازم انت تبطل العاده دي. لو انت ولد فانت عندك ابوك، امك، اخوك لو قريب منك، لو بنت فاختك قريبه منك، لو لاي سبب عندكم مشاكل عائليه، العلاقات ما بينك وبين والدك ووالدتك، او مالكش اخ او مالكيش اخت، ضروري جدا يبقى ليكي واحده صاحبتك عندها دين وخبره في الحياه، حاجتين اهم تتكلمي معاها. لو انت برضو مالكش حد في عيلتك لازم يكون ليك واحد صاحبك عنده دين وعنده خبرة في الحياة تتكلم معاه. بلاش يا جماعة نقعد نزعل ونكتم في قلبنا. يعني انا واحد قريبي يا رب يرحمه، ويا ريت اي حد بيتفرج على الفيديو دوت يدعيله بالرحمة، كان طول بعرض صحة زي احمد رفعت كده فجأة طب مات. ليه؟ زعل، كتم في نفسه، دخل المستشفى على رجليه، خرج. ربنا يرحمه يا رب ويرحم احمد رفعت. فاللي انا بس عايز اقوله من الفيديو ده باختصار شديد جدا، يا جماعه ما تكتموش في نفسكم، الزعل بيموت فعلا.